بإيقاعات أثيرة من الزمن الجميل وأنغام ملؤها الوجد والشجن، اختتمت البرمجة الخاصة بمسرح محمد الخامس ضمن الدورة 18 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، والتي وقع بحرفية عالية الفنان المصري محمد محسن. الفنان المصري الشاب كان في الموعد وأوفى بالعهد بصوته الدافئ الهادئ، تنقل بسلاسة بين ريبرتوار الموسيقى العربية الآثرة واستعاد روائع سيد مكاوي ومحمد عبد الوهاب وسيد درويش وآخرين، واستهل الأمسية مع واحدة من روائع سيد مكاوي ليلة مبارح محافظا على روح مكاوي. سلاسة صوته وحنكته العالية تفاعل معها الجمهور، كما نثر محسن شذرات من روائع الموسيقار محمد فوزي وسيد درويش. وأبى هذا الفنان الواعد إلا أن يترك ذكرى جميلة من مشاركته في موازين بأدائه لرائعة مرسول الحب للموسيقار عبد الوهاب بكالي في تفاعل كبير مع الجمهور، بتفاعل حركته التي امتاز بها محسن طوال فقرات الحفل. كما أدى محسن من أغانيه الخاصة قبل أن يختتم أمسية ستبقى عالقة في الذاكرة والوجدان برائعة مسافر وحدك.